احتشد الألاف من الأشخاص يائسين في مطار كابول لمحاولة الهرب وسط حالة من الفوضى العارمة. وأثار الانتصار الخاطف لطالبان الذين احتلوا القصر الرئاسي في كابول حالة من الذعر شهدها مطار العاصمة، وهو نقطة الخروج الوحيدة من البلاد، حيث تهافتت حشود لمحاولة الفرار من النظام الجديد الذي تعهدت الحركة بإقامته بعد حرب استمرت 20 عاما. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فوضى عارمة في المطار، حيث يحتشد الألاف على المدرج نفسه، فيما تتمسك مجموعات من الشباب بسلالم الصعود إلى الطائرات.